توقيف المسار الانتخابي غير دستوري، لأن العملية بدأت وما احترمناش قوانين الجمهورية وما احترمناش الدستور، والآن دخلنا في موقع لا دستوري. ناضلنا باش دخلنا المعركة الانتخابية، المناضلين تاعنا تعبوا وحفاو باش نجيبوا الاستمارات وباش ندخلوا لهذه المحطة الانتخابية، ولا زلنا نريد أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة في الجزائر، لأن الحل الوحيد لإخراجنا من هذه الأزمة هي الانتخابات.